رايحين يكونوا حاضرين معايا الآن آخر ضيفين وكما يقولوا ختامها مسك. ضيفنا الأول هو شاب لكن مولوع بالآلات الموسيقية يعني الذي يتميز بها الجنوب الشرقي الجزائري بآلة بوشكيوة، ما خلاش غير الجزائر، لكن هو في رحلة بالتعريف بالتراث الجزائري في دولة تونس، وحنا جبناه للجزائر وحاضر معنا الليلة. رحبوا معنا بهشام خليلي. مرحبا بك هشام. مرحبا بك. شكرا لك، جبناك من تونس. ربي يعيشك. مرحبا بكم وكل عايشك. إذن ضيفي الثاني هو من فرقة معروفة محبوبة لدى الشباب، تشكلت في عام 2008 وكنا عرفنا هذه الفرقة بأغنية لالا ميرا. حاضر معنا اليوم من فرقة فريكلان شمسو. شكرا لكم لقبول الدعوة. نبدأ بهشام. هشام جبناك من تونس، احكي لنا على تونس، وش راه صاير فيها، وش راكم تديروا تما؟ قال لك جاء ذي طل خرج كل. انا رحت بور كيما نقولوا لا سيزون تاع الصيف، عيطوا لي فضاءات عائلية في سوسة كيما نقولوا حفلات عائلية هيتو. من شهر ونص عشيت في 7 شهور. واو. عادي بعد. علاش يعني قعدت ما؟ لأنه شوية يتشبه الغناء. شوفي هذه نقطة. بون حنا الستيل اللي نخدم فيه سما مايل كيما نقولوا مزيج ما بين التونسي ما بين البسكري ما بين الصحراوي ما بين القناوي، المزيج هذاك. في تونس ما نكذبش عليك يعني لقيت راحتي في في, في كما نقولوا في حاجة اللي كما نقولوا ما نقولوش في الجزائر ما عندناش أذن صاغية، الحمد لله شاركت في عدة مهرجانات دولية يعني بفضل عبد فن، يعني ما عنديش شك في الجزائر. مي حبيت نتوسع كما نقولوا من فضاء الجزائر لفضاء تونس. أعطوني تصفيق عليها هي، صفقوا لي عليها هي. شكرا لك. عايز. هشام كان يحكي على انه الفولكلور الجزائري كما نعرفه انه متنوع وتري، عندنا كثير من الطبوع، ويعني طبوع مش من السهل انه الواحد يعني يتقنها. حتى فرقة فريكلان يعني داخله في القناوي الشعبي وفيها ايقاعات تاع لافريك، يعني ايقاعات افريقيه. فريكلان كان سينجل تاعكم من الالبوم الاخير سيسا je me suis pas trompé. الالبوم الاخير اللي خرج دوك عنده 3 ايام، خرج لو 28 ديسمبر 2016 هذايا، ختمنا به العام، وكان ان سينجل قبل اللي خرج واسمه الامازيغيه. اكزاكتومون الامازيغيه اللي دار حاله ودرتوا له كليب. يعني بالبركه عليكم. الله يسلمك. شكرا. ان شاء الله من نجاحات لاكثر. كنا حكينا مع هشام الان طبعا. هو راهو متواجد في تونس، يعني هي كما يقول لك حمل كبير راهو على عاتقكم. شمسو نعرفوا يعني الفرقه تاعكم يعني كثير معروفه، عندكم خرجات يعني للخارج، كيفاش تجاوب تاع الجمهور خاصة مش الجالية الجزائرية ولكن يعني الناس، خليني نقول الأوروبيين، لأنه احنا نعرفوا أنه الفنانين يروحوا لأوروبا أكثر، أوروبيين اللي ما همش من أصول عربية، كيفاش تجاوب مع هذا الستيل تاعكم؟ En fait, la musique هي نقول انا لغه عالميه، سي ان لونغاج يونيفرسال، لغه اللي بلا ما الانسان يفهم اللغه اللي يستعملها الفنان في الغناء تاعو يقدر يلحقوا الاحساس تاع الفنان اللي يكون فوق الخشبه. دونك كوم سي ان لونغاج يونيفرسال، اشاك اكسبيريونس وين نروحوا البلاد اللي نروحوا لها نلقاو بلي كاين تجاوب تاع الجمهور. والمهم والاهم انه الفنان كي يطلع فوق الخشبه لازم الاداء تاع الموسيقى تاعو يكون يرقى للموسيقى
المستوى العالمي تاع تاع الموسيقى باسكو لانتربريتاسيون سور سان elle est plus importante que l'insan qui عمل album ولا donc كل انسان يؤدي الموسيقى تاعه ويكون ثاني والاداء هو حاجه والغناء شيء اخر الاداء هو ايصال الرساله للمستمع كي يكون هذا الشيء متوفر انا نقول باللي اشك فوا ومع كامل الجنسيات الممكنه يقدر الانسان يوصل للرساله تاعه صح نتمنى لك ان شاء الله ليك والكامل الفرقه تاعكم فرقه تفريكلان النجاح وان شاء الله دائما تفضلونا حنايا القناه الجزائريه وتجيو لعندنا لانه رانا نوجدوا مفاجاه للمشاهدين واللي يحبوا فريكلان ان شاء الله اذا هشام خليلي كنا حكينا معك وحكينا على الطابع تاع الجنوب الشرقي من الجزائر قلنا أنه فيه شوية تقارب مع التراث التونسي اليوم حابين نسمع من عندك أغنية وش خيرتنا؟ بون هي أغنية كانت كما نقوله من لحن تونسي وعودنا بدلنا لبارول تاع ياسين صولي الكاتب ياسين صولي وأستاذ الجرون ميسيو مسعود مسعودي هي كانت هابط من السوق عمار درناها لابس برنوس عمار في إيقاع تونسي مزيج ما بين المزود وما بين فولكلور ما فولكلور حتى تحسي بواحد الفولكلور تاع المزود جبته معك ديما لاحقوا المزود alors en attendant تطلع تغنينا الاغنيه يجيبوا لنا المزود هنايا البلاتو باش ميتة على المزود هي من الله هي هكا بعد شوف هي مزود بعد هشام كل ما نشوفوش بلقيس بلقيس تكتب لي في الميساج هشام المزود ما تنسى البنقه مزيه ما جبتهاش مزيه اذا هشام خليلي تفضل معنا نسمعوا مع بعض الاغنيه اللي خيرها لنا هشام خليلي تصفيقه حر عليه مي كاين حاجه نحبها نعم الجمهور ما فيهاش قاعد لي كيما هكا ودنيا قاعد تشطحوا قاعد تصفقوا كما قالوا التونسي نعملوا جو هاي تفضل هاي تفيقة حرة الهشام
حرة. تصفيقة حرة لهشام خليلي. شكرا لك. عايشك. يعني كيما وعدتنا الله يبارك نوضهم كاع. بزكري بزكري مريك لو تقولش لك. ربي يحفظك. عندكم كويز. صح كويز تاعكم ماشي كيما تاع الاخرين. الله يجعل الخير. الو. نعطيك دو مو ونعطي لك اون سيتياسيون. نتايا هذوك لي دو مو لازمك تحطهم في لا سيتياسيون هذه اللي راح نقول لك عليها. باغ اكزومبل عندك خايف نصوتي، خايف نصوتي، راح تطلع على صاحبك في لوبيتال. الوغ احكي لنا، راح تطلع على صاحبك لوبيتال ولازم خفت نصوتي نلقاها في لافراز. تقدري تعاودي لي الميتال عباك شغل؟ راني حاسس روحي راح راني حاسس روحي راح نجوز الباك والله شغل. انا قريب 2017 عاود باش نكونسونتري بيان. دونك الوغ خايف نصوتي اوكي رايح تحكي لي رحت تطلع على صاحبك في لوبيتال ولازمك تدخل خايف صوتي في الحكايه. دونك تحكي لي فوالا رحت عند صاحبي ومنا لقيتو ولا جو سي با انا كيفاش راك تشوفيها. خايف صوتي تحطها في النص. دونك في خايف صوتي ورايح نطلع على صاحبي. اه نو راح تطلع على صاحبك هذه ما كاش مي خايف صوتي نلقاها في النص. رحت نطلع على صاحبي في دارهم. البروبليم سي كو الباب كانت مغلوقه، كان غير الطاقه اللي نقدر ندخل ليها باش نشوف صاحبي، مي كنت خايف من صوتي فوالا. او لا لا صافي هذا لوبيتال غلق البيبان. الوغ هشام رافد كرسي. انت ما رافد كرسي. رافد كرسي روحي كيف رافد كرسي. الوغ باباك يعيط لك، يعيط عليك جو فيغ، خاطش ما حبيتش تدي يماك العرس. الو خايف انفان رافد كرسي لازم تحطها في النص. الله يعاونك. هي شوي داخله في الزواج يعني داخله يعني حاسس كاينه حاجه هكا داخله مادام الام بون الوالد تحب تجستيفي لباباك علاش ما قدرتش تدي لي يماك العرس. لازم رافد كرسي تكون داخله في الحكايه كي تكون تهضر مع باباك. ما حبيتش نديها للعرس. ما حبيتش نديها للعرس خاطش كنت رافد كرسي. هي 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 رافد كرسي. هي كيما تديش يماك العرس باباك تخاف يضربك بكرسي رافد كرسي. ما حبيتش ما حبيتش نديها للعرس باش بابا ما يضربنيش بكرسي. نو والان رافد كرسي باسكو شفت بابا رافد كرسي كان راح يضرب. فوالا فوالا مثلا تفيقه شوي شوي تاع الزهايمر شوي شوي. الوغ خايف صوتي مازال في خايف صوتي. راح تخطب. كاين بزاف اللي قالوا لي باللي اللي يخطب حفره وانا خايف صوتي. شمسو عباك راهو راهو ليسونسيال جمله مفيده. صفقوا علينا يا جماعه ميرسي. راه جايبها شمسو. الوغ دير لاشين على الخبز ورافد كرسي في ليستواغ. اش قصة الكرسي هذا؟ عاودي دير لاشين على الخبز. ها؟ لازم ضارب تما ولا جو سي با انايا واش صرا ورافد كرسي في النص. رحت ندير لاشين واحد راه يحكم لي بلاصتي رفدت كرسي باش نضربوا به مثلا. مليحة شويه مساكره في بعضنا شويه مشيها برك. ايوا مشيها برك مشيها برك. ايا تري بيان فو افي ريوسي هايا لا صح. شكون اللي ربح بالصح؟ ماليش داك زوج انا واحد ماتش نيل زوج جاي قريب باسكو شفت هذيك تاع ستريت فايتر هذيك قلت لازم تصورها. الوغ شمسو كانت اغنيه امازيغيه دارت حاله لكن اون اكسكلوزيفيتي رايحين نسمعوا من عندك دنيا اللي جيسبر كو عندنا حنا الاولين اللي رايح تغنيها ان شاء الله. دنيا سي لو دوزيام سينجل اللي طلقناه قبل لا سورتي تاع الالبوم. نغتنم الفرصه برك باش نوري لكم الالبوم اللي اسمه نوماد. نوماد اللي معناه الجواله ولا الرحاله. بدو الرحل اكزاكتومون نيونس او فواياج اللي نحبوا نديروه ضمن الموسيقى اللي نعملوها فوالا.
ألوغ تفضل معنا شمسو تصفيقة حرة لشمسو. Yeah.
يعطيك الصحة. شكرا ميرسي يعطيكم الصحة. شكرا ليك يعني أغنية ما شاء الله. الله يسلمك يعطيك الصحة. نوفال اكسبيريونس تاع لو جروب فريكلان في الطابع الراي اللي من المهمة تاع كل فنان أنه يسي يحافظ عليها ويسي يوري باللي هو هي موسيقى وفن بناء. فوالا. حاضر معنا هشام. وأكيد لازمنا نشوفوا الآلة الموسيقية اللي يستعملها في العديد من الأغاني تاعه. راهي عندك هشام نسمعوا منك يعني سي بوسيبل بيان سور. واش يعاونونا بالتصفاق برك عمار وما جابش دربوكا تاعو عاونونا بالتصفاق وخلاص. معليش شمسو دير له الميكرو فرصة ثاني باش الناس يديكوفريو هاد الآلة. هذه صافي بارتي دو باتريمون دي سي الجيريان. وي شكرا لك هشام. يعني آلة المزود هذه كاين تانيك في تونس آلات شبه لها؟ آلة المزود في تونس احنا نتميزوا عليهم بحاجه بون انه هذه سداسي سيسا هاي مزوديه قاعده معنا هاي تلعب المزود يا قلت لك هذه راح تدي كلش بالقيس بون هذه سداسي سما سي نوت سداسي معناتها الكبش تاع لابوتيك كبش سداسي نو 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 لي نوت ستة و توانسة يلعبوا بخمسة تي فوا و لافونتاج موش العبد يفخر طونك انه تزيري ويلعب المزودي تو حنا يا بلقيس نقدروا نلعبوا الخدمة تاع تونس نقدروا نلعبوا اللعب تاعهم مي لعبنا احنا صعيب صعيب هما يقدروا يتقنوا ها لعبنا يدخل في حوايج اخرى ها صعيب صعيب مو ها صعيب لعبنا صعيب والله يعني مش قال انا جسي فير انني ما زلت محافظ على الاله التقليديه مانيش نستنى غير في لافوا تاعي تو بون عندي الاله هذه عندي اله البنكا اللي نوجه تحيه للقناه الجزائريه اللي فتحت لي فضاء وكي نقولها بكل فخر واعتزاز كاين حصه فوت فيها في الجزائريه يعني اللي عطاتني كيما نقولوا عطاتني نقله فناني لايف مع حكيم صالحي مع راضية منال يعني اللي عطاتني نقلة للناس جات عرفت هشام خليلي على آلة البنكا شافت الطموح تاعو دنيا وكانت فاتحة خير انني كيما نقولوا من ليميسيون هذيك انا علاه كي قلتي لي جزائرية جيتك نجري وعينيك مغمضين باسكو والله نهضر بأمانة هذه عمري ما هضرتها في شان وكي تعرفيني بالقيس مليح انا من جزائرية لي كونتاكت تاع الونسي اللي عرفوا بلي كاين فنان اسمه هشام خليلي من بسكرايتو عدت مشارك معاهم في مهرجانات مهرجان تيمقاد الدولي مهرجان جميله في الكازيف في شنوا بلاج يعني الحمد لله يعني من حصه من جزائريه وجيت كوت كور يعني ما جيتش كيما نقولوا نقول بلي الحصه ليا انا استضافتني راضيه منال ونشكر الحمد لله وكل واحد ربي يعطي قد قلبه والعبد يمشي في الطريق الصحيحه برك والكلام النقي هو الرسمي في وقتنا هذا وان شاء الله هذا ميساج لكافه الفنانين يعني كيما نقولوا نقي باسكو تولي الاولاد ولادك وتقول يا ريتني ما غنيت كيما هكا يا ريتني ما قلت كيما هكا الحمد لله العبد ويمشي في طريق كيما نقولوا صحيح على نظافه وان شاء الله العبد اللي عنده حاجه يوصل لها ان شاء الله هشام يعني الحمد لله الجزائر عندها فنانين كثير 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 اللي تفخر بهم ويعني الشيء اللي اكد القول تاعي هما انتوما اللي راكم حاضرين معنا اليوم انه شفنا مختلف الطبوع شفنا في الاندلسي العاصمي شفنا في الجنوب الجزائري شفنا فريكلان يعني اللي مدخل طبوع متعده وهذا شيء كثير صعيب يعني انك تتقن طابع واحد ولكن انك تمزج بين طبوع وتحاول انك يعني تبقى في الصوره وما تغلطش
هذا شيء صعب، وانا نحييك، نحييك تحيه اجلال و... وتقدير الشمس. يعطيك الصحه. صح، هي مهمه صعبه نقول، ولازم واحد المقومات لازم تكون في الفنان باش يقدر يروح في مجال الموسيقى العالميه. سي دو لا ميوزيك يونيفرسال، الموسيقى اللي نحاولوا نعملوها هي انه الانسان طابع لي يلعب فيه يحاول انه يلبس لباس تاع 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 تع هذا الطابع اللي راهو يلعب فيه، سواء ميوزيك افريكان ولا كل طبع الجزائريه اللي الله يبارك متعدده كثير. دونك لازم تكون واحد لا بوليفالونس، ولازم ثاني الفنان يعرف باللي سي اون ريسبونسابيليتي كل انسان يحاول انه يغني في طبع ما ولا انه يلعب موسيقى في طبع ما، لانه لازم يبقى وفي للطبع هذاك، وفي ثاني نقولوا لا غوسيت، كيما في الطياب كاين دي غوسيت اللي لازم نحترموهم باش تخرج لنا الطياب هذاك، في الموسيقى كاين دي غوسيت باش نحترموا بها الطبع الموسيقي ونخرجوه وين اهله يعجب اهل الطبع هذاك يعجبهم الحال. حنا نحاولوا نمشيو في لوبتيك هذه، وين في البروميير البوم كانت اون فاريتي اللي الحمد لله عجبت الناس. ونتمنى تاني في الدوزيام البوم تاعنا نوماد تكون تاني هذا الاعجاب بالطبع. شكرا ان شاء الله. انا حابه نغتنم الفرصه بما انه طاقم الجزائريه الصحفيين راهم حاضرين معنا. الوغ تمنياتك بالسنه الجديده 2017 خاصه لينا حنايا في الجزائريه. بدايه السلام عليكم، نتمنى عام يكون عام مليح لينا حنا وعلى كامل الشعب الجزائري وعلى كامل الامه العربيه. نتمنى وحنا بخصوص طاقم جزائريه نتمنى عام يكون افضل من عام 2016، وان شاء الله ربي يجيب لي فيه الخير. وشكرا مريم. نحبيت نقول لكم بون اني تو الموند، ان شاء الله عام يجوز علينا بالخير ولهنا، وان شاء الله 2017 يكون خير من 2016. عطينا الميكرو لزهره. alors نتمنى لكم ان شاء الله une bonne année pleine d'amour et de bonheur à toute l'équipe de الجزائريه à tous les invités. je remercie الجزائريه اللي لمتنا في مزينها قاعده الجزائريه، ونقول لكم ان شاء الله نتلاقاو ديما هكا في الفرح و bien uni ان شاء الله. عطيت تشوفي الميكرو لهذاك اللي راهو حاب يتزوج. جلال، شوف جلال فارسة احلامك. جلال جلال شوف شوف شو حندير لك. السلام عليكم. راك اون ديريكت وراي داخله 2017 كاين كويز ولا الكاميرا؟ لا لا اهل الكاميرا راهي عندك، راهي عندك. اختنا من فرصه. ايوه انت هو تما. انا والله كنت برينسيبال. الوغ اختنا من فرصه، قدم رساله، قدم اي شيء، اهدر اي حاجه، لانه شفتك شفناك انه راك حاب تتزوج وما لقيتش يمكن. لا اولا اذا حبيت نتزوج حقيقه لازم انا عندي الام تاعي راهي مكيتها في فرنسا، لازم السي في تاع اللي حابه تزوج بيها تبعته لفرنسا. دي اولا الله 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 رد الله. و بلو سيريوزمون يعني اولا نشكر مسؤولين قناه الجزائريه اللي عطاونا احنا الفرصه كشباب، احنا باسكو الطاقم تاع قناه الجزائريه اكيد عطاو لك الفرصه انك تقدم نداء. نداء لا ماشي ما راهوش يعني سي با امبورطون اورجون، نقدر نستنى يعني معليش، اللي راهو مقلق اكثر مني يقدر يجوز. هذه اولا. ثانيا نقول ان شاء الله سنة 2017 تكون احسن من سنة 2016 لنا، وحنا كطاقم رياضي ان شاء الله حتكون التغطية لكأس امم افريقيا اللي حتكون ان شاء الله في شهر جونفي بالغابون، وان شاء الله نتمنوا حظ موفق للمنتخب الوطني. ونشكر يعني كل عمال قناة الجزائرية كما قلت من قبيلة، من الحارس يعني من الجول للجول يعني من الحارس الى السائقين الى يعني لي ماكيوز كل 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 باسكو فريمون اوني فري فري فامي اون بون فامي. يعني ان شاء الله صح. في 2017 نكملوا في لالونسي هذه ويعطيك الصحة ان شاء الله. ان شاء الله جلال. ليليا، اذا ليليا مسؤولة قسم الثقافي. بالنسبة لتمنياتي لعام 2017 كما قالوا زملاء، احنا اون اون ايكيب دو جون اي سي سا كي في لا فورس و لا بون امبيونس تاع العمل هنا بهذه القناه. اذا نتمنى ان هذه الامبيونس تبقى بيناتنا، و نتمنوا مزيد من التالق والنجاح لينا ولهذه القناه ان شاء الله. ان شاء الله. شكرا لك ليليا. عايده راهي عاقله اليوم. En ce qui concerne ma tamaniyati, je vous dis inchallah am khir w inchallah bil baraka a kamel jazariyin wal umma al islamiyya inchallah. شكرا لك عايده. اذا مشاهدينا لحظات قليله تفصلنا على نهايه 2016.
وبداية 2017 مادام راهم حاضرين معايا ضيوفي واش تحبوا تتمناو في هذه السنة الجديدة؟ ولا غير بيرسونيلمون نتمنى ان شاء الله الخير لبلادنا، نتمنى الخير الكامل اللي راهم حاضرين معنا تو لي الجيريان، كامل الامه المسلمه تاعنا الاسلاميه، كامل العالم ثاني، كامل البشريه، بوكو دامور بوكو دارجون ان شاء الله، قليل من التقشف ان شاء الله. فوالا. شكرا لك هشام. بون ان شاء الله ربي يجيب السلم في على خوتنا المسلمين كل اللي راهم في محن، ودنيا ربي يخلينا والدينا. 2016 هذا بون قد ما شفنا فيه حوايج مليحه وشفنا حوايج خايبه، عندي الوالد دار عمليه والحمد لله نجحت العمليه تاعو، وكنت انا في الغربه ايتو، يعني نتمناو في 2000 الوعد هذا اللي حبيت في راحه الكاميرا، الوعد هذا انا كل عام نكذب على والدي نقول لهم العام هذا نتزوج، هاني كيف كل عام نقول لهم العام هذا نتزوج نورمالمون، ان شاء الله 2017 ان شاء الله نلقاو بنت الحلال ونفروها في 2017 ومريقله، وان شاء الله عام خير ان شاء الله عليكم ان شاء الله. مريقله نايس ان شاء الله. نشكر كامل 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 القايمين على هذا البرنامج، برنامج مزينتها قاعده الجزائريه، لانه فرانشمون صح يا واش راكم تشوفوا انتم كما كنت ذكرت وقلت انه فقط الواجهه. حبيت نشكر مصطفى وحميمد وعمر في الديكور، هما اللي كانوا واقفين على الديكور. الوغ في الاضاءه في لا لوميير ان شاء الله برك ما ننسى حتى واحد واللي نسيتو يسمح لي. في لا لوميير محمد داود وبوخرس، لي دو بوخرس، لي دو بوخرس واسماعيل. فلاغيا يعني في لاغيجي عندنا اسماعيل بحمد، رابح تواب في الصوت وعبد الرحمن في الصوت، وخاصة سهام سكريبت اللي عييتها معايا اليوم. ما ننساش تانيك رابح بالرحال وزير الطاقة الإيراني. حفيد وسناء حسن سمير ومحمد في الانفوغرافي، واكيد بدون ما ننساو رؤساء التحرير مصطفى بامون، ليليا راهي معانا هنايا، جادي، توفيق بداني، وخاصه خاصه خاصه اللي كان مشرف حصه مزينها قاعده الجزائريه محمد سلطاني، تصفيقه كبيره عليه ان شاء الله ما نسيت حتى واحد. لي كاميرامان، لي كاميرامان. الوغ عندنا حكيم بوخرس، شكون تانيك؟ تاقي كبسوله، رفيق فريد مازا، احمد الفرا. نورمالمون هادو هما كامل. شكرا لكم، يعني راكم تشوفوا هذا البرنامج شحال يعني من شخص واقف عليه، دون ان ننسى اكيد المدير العام لقناه الجزائريه محمد صالح دعاس، وايضا مجمع ايسيو. ان شاء الله نتمنى لكم عام سعيد، وان شاء الله نتمناو المزيد من النجاحات لقناتنا قناه الجزائريه. اذا مشاهدينا لحظات تفصلنا على نهايه سنه 2016، نتمنى ان شاء الله انها تكون سنه سلم وامان على كامل الأمة الإسلامية، إن شاء الله تكون نهاية للحروب في سوريا، فلسطين وحتى اليمن وليبيا، إن شاء الله تكون سنة سعيدة، إن شاء الله عام فرح وعام سعد وصحة وهناء، وربي إن شاء الله يحفظكم ويحفظنا ويحفظ بلادنا الجزائر، ويكون العام الجديد عام لدوام الأمان والاستقرار. إذن مشاهدينا إن شاء الله نتمنى لكم عام سعيد، خير وعافية لكم ولينا إن شاء الله. إذن مشاهدينا دقائق أو ثواني قليلة تفصلنا على نهاية سنة 2016 وبداية سنة 2017، يعني ثواني قليلة، مانيش لابسة ساعة تاعي من سوء الحظ. 6 5 4 3 2 1
عام سعيد عليكم مشاهدينا الكرام، وعام سعيد على كامل الحضور اللي راهم معنا. ان شاء الله نقول لكم كامل استناوا قناة الجزائرية لأنها محضرة برامج عديدة وبرامج متنوعة لسنة 2017. كونوا دائما أوفياء لقناة الجزائرية وبداوا يصراوا لي ديكا عندنا هنا في الجزائرية. إذا مشاهدينا الكرام احكمونا من لالومة، أرواحوا كامل معايا هنايا.